النهاردة لو بنقيم الرحلة وبنقيم المراحل اللي مرت بيها الشركة، حضرتك النهاردة كايرو كوتون سنتر فين؟ هو الحقيقة يعني دخولي الصناعة كان، أنا استقلت بالجامعة، أنا مهندس صحيح بس كنت عضو هيئة تدريس في جامعة القاهرة، واستقلت من العمل الأكاديمي في 83 ودخلت سوق القطاع الخاص. الصناعة بدأتها 90 بشركة ووصلوا لثلاث مصانع. الشركة طبعا كانت شركة كبيرة اللي هي كايرو، إنما انبثق منها مركز القاهرة للصباغة وانبثق منها كيان ضخم جدا، ده اللي فيه التركيز دلوقتي اللي هي تي ان سي للملابس، اللي هي دي مصنفة من الشركات العالمية اللي بيشتغل معاها انها من احدث 10 مصانع في العالم. الكلام ده من 3 شهور. كايرو كوتون كان وصلت ل 4000 عامل وكانت وصلت ل 40 مليون دولار صادرات في تاريخنا. طبعا اي حد في الدنيا لازم بيمر بفترات ايجابيه وسلبيه، احنا الحمد لله سلبياتنا قليله، انما كايرو كوتون مرت بظروف صعبه شويه وصراعات، ويعني لا داعي طبعا لذكرها، اثرت على الشركه. فكان قرارنا الحقيقه ان هي يحصل فيها نوع من الانكماش. فترة ما بعد الثورة على طول؟ بعد 25 يناير بالظبط، يمكن الكلام ده بدأ من 2015-2016. مش بقى يعني لحد 11 كنا أرقامنا كويسة قوي. تم يعني زي ما بتقول حضرتك فرملت الشركة، لأن الكيان أو المجموعة كانت بتنمو. يعني أنا أفتخر إن أنا الوحيد اللي كنت قبل 25 يناير وبعد 25 يناير بحط استثمارات ضخمة في هذه الصناعة. يعني هذه الصناعة الصعبة اللي بتواجه العديد من الصعوبات والمشاكل في مصر، وكنت قابلها وكنت متعايش معاها، وده اللي خلاني أنشأت مع شريك أجنبي مصنع الجينز اللي هو النهاردة يعني وصل فيه 4000 عامل وهيوصل 6000، وصادراته السنة دي إن شاء الله تفوق 70 مليون دولار، هتوصل 150 خلال السنة الجاية. فكانت كل دي استثمارات، يعني المصنع ده فتح قبل 25 يناير بأربع خمس أسابيع وقفل شهرين وبدا يشتغل مارس وبدا اول تصدير اكتوبر 2011. فكان الحقيقه حجم النشاط الصناعي يعني بيدخلنا ان احنا نكون يعني من الناس اللي بيقودوا المنطقه في هذا الكلام. فالكلام ده الحقيقه كان يعني له مردود على يعني في ناس كتير ما عجبهاش، طبعا ده داعي للذكر، ده خلاص بقى تاريخ الحمد لله، من دي فتره وعدت، انما حصل نوع من محاوله التعويق. تأثرت الشركة الحقيقة، فاحنا قلصنا الشغل فيها والحمد لله يعني أخذنا من هنا وحطينا هنا، فركزنا على الشركة الجديدة واستثمارات ضخمة اتحطت فيها على مدار السنتين تلاتة اللي فاتوا وما زالت بتتحط، وإن شاء الله مفروض زي ما قلت لحضرتك إنها هي النهاردة بتنتج حوالي 27,000 حتة في اليوم، بنصدر ل 42 دولة في العالم باكتمال المرحلة الثانية اللي بدأنا في تركيب مكانها بقالنا 6 شهور، تنتهي إن شاء الله على آخر السنة الجاية، هتصل صادراتها 150 مليون دولار. هيحصل فيها تعميق لأن احنا عندنا مشروع تاني هنبدأ نشتغل فيه، هو إن احنا نصنع قماشنا، لأن دي برضو دي أحد مشاكل تعميق الصناعة في مصر. يمكن بالصدفة ده الكلام اللي الرئيس طلبه من يومين ثلاثة، يعني لازم تعميق الصناعة وتغيير الميزان التجاري، وده يعني كلام الحقيقة مصر أهملته عشرات السنين وجاء الوقت. فالحمد لله يعني احنا زي ما يكون قلبنا حاسس بـ 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 بس احنا عندنا القدرة والآليات والإمكانيات ان احنا نعمق الصناعة المحلية في مصر. احنا عندنا الصناعة دي بالتحديد الحقيقة، عندنا القدرة ان احنا نقود العالم فيها. الصناعة دي مظلومة والبلد ظلمت لنتيجة ظلمة هذه الصناعة وصناعات أخرى يعني، بس الصناعة دي بالتحديد جميع مقومات نجاحها موجودة في مصر. صناعة القيمة المضافة فيها ممكن تكون أعلى بكتير، احنا النهاردة القيمة المضافة بتتراوح بين 50-60%، ممكن بسهولة تصل 90%. إنما احنا أهملنا الصناعة دي عشرات السنين وإدارتها كانت غلط، وسواء كانت فنيا أو إداريا، وبالتالي وصلنا ان احنا بقت ارقامنا هزيله جدا سواء الصادرات او الناتج المحلي. واحنا يعني في امل ان سمعه القطن المصري ترجع تاني، بما ان في مشروع بتقوده القياده السياسيه نحو تعميق الصناعه المحليه، وحضرتك النهارده مسؤول عن صناعه الغزل والنسيج في مصر. بصي الامل طبعا دايما موجود، انما الامل لوحده ما بي يعني ما تقدريش تبني عليه، كل شيء له خطوات والعمليه علم وفنيات اكثر منها يعني امال. القطن المصري انت دخلتيني كده في حته طبعا، ودي حته خطيره جدا، دي قبل الصناعه اللي هو السبلاي تشين. القطن المصري هو الشيء الاساسي، القطن المصري كنا بنتسيد العالم فيه لحد 1952. مصر كان فيها 2 مليون فدان قطن،
وقطن طويل التيلة. وربنا بيدي كل دولة في العالم تربة ومناخ تتيح لها زراعة نوع معين من القطن. احنا ربنا ادانا ان احنا نزرع قطن طويل التيلة. احنا تدهورنا من 2 مليون فدان الى من 3 سنين وصلنا 336 الف فدان. مشاكل لا يعلمها الا الله. بدأنا خطوات حقيقية لإعادة عرش القطن المصري على مدار السنتين اللي فاتوا، انما برضو تم يعني المعوقات اللي اتمنى انها ما تكونش مقصودة.